السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، معكم أم عبد الرحمن من قناة أم عبد الرحمن زوان. اليوم جيتكم بهذه الفكرة ديال لي تارتلات صغار اللي كيتصاوبوا بطريقة جد سهلة بدون قوالب، مع أفكار جميلة. ونتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. وإليكم مقادير هاد لي تارتلات. ودابا نبداو على بركة الله. المقادير اللي غنحتاج لهاد لي تارتلات، غادي نحتاج هنا واحد 120 غرام ديال المارغرين ديال الحلوى، غادي تكون نباتية بيان سور، وغادي نحتاج قبيصة ديال الملح، صفر ديال البيضة، هنا جوج كيسان كبار ديال الدقيق الأبيض يكون مغربل، عندي هنايا كيس ديال الفاني، وعندي نص كاس ديال السكر الثقيل. نبدا دابا على بركة الله، ندير هاد القبيصة ديال الملح هكا، ندير معاها السكر، كيس الفاني، هاد الخدمة ديالي، نخدم هاد الزبدة مزيان تتحرك ليا. الزبده بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا، غنزيد عليه هنا اصفر بيضه، نخدمها هكا مزيان ندخل اصفر بيضه، ومن بعد نبدا نزيد هكا في الدقيق بشويه بشويه تنجمع العجين. العجين ما خاصوش يتدلك، خاصنا غير نجمعوه. نسيت ما قلت لكمش اني خاصني نزيد هنايا واحد جوج معلقات ديال الزيت، هنا نزيد جوج معلقات ديال الزيت، مزيان الزبده ديالي، ملي كنزيد على الزيت ما كطيحش ليا الزبده، كنخدمها بهذه الطريقه هكا. دابا نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه تنجمع العجين ديالي، ما عارفين العجينه ديال الصابلي ما خاصهاش تشدلك، خاصها غير تجمع. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جبت العجين ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني ها كنجمعها ما كندلكش، كنجمعها بهكا، كنديرها في بلاستيك غذائي وكنخشيها في الثلاجه. قد ما بقات في الثلاجه قد ما مزيان، انها كتعطينا نتيجه احسن. شوفوا انا غادي نغلفها هنا بالبلاستيك الغذائي، دابا نخشيها في الثلاجة حتى ترتاح وعاد نخدمها واحد ساعة هكداك. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجت لاباط ديالي من الثلاجة، درتها هنا بين وراق الزبدة ودلكتها بهكا بهذه الطريقة هذه. هنا غادي نجيب هاد القطعة هادي، انا خديتها بهاد الشكل هذا اللي كتشوفوا ياك، وخديت هاد القويعطات هادو هما اللي غادي نلبس فيهم لاباط ديالي وندخلها للفران. غادي نقطع بهاد الشكل هكا، ولا تقدروا ما عندكمش هذا تقطعوا غير دوائر ودوروا بالجراره من الجناب باش يجيكم هاد التنتيف هذا اللي كيكون بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا كنبقى نهز بهذه الطريقه هكا،
نشكلها هكا في الجناب مزيان بهذه الطريقه هكا، وكنحطها فوق الطاوة تنكملهم كاملين. هنا كيف ما كتشوفون بعد ما كملت العجين ديالي كامل، غادي نضربو شويه هكا بالفورشيت. نكون سخنت الفران على درجه الحراره ديال 180 درجه، ندخلهم يطيبوا من التحت، تيبانوا ليا تحمروا عاد ندن نشعل عليهم من الفوق. هنا كيف ما كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارتوليت ديالنا كيفاش كتوجد النتيجه ديالها النهائيه. هنا كاين شي وحدين تحمروا لي، معليش غير تردوا البال كيكونوا هشاش بزاف ودغيا كيتهرسوا. دابا غندوزو باش نوريكم الحشوات اللي غادي نعمر بهم هاد لي طارتوليت، كيجيو لذاد 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 وجاو زوينين وناجحين. يعني الطريقه ديال هاد القويطات راه كتجي طريقه زوينه وعمليه، وتقدروا انكم تستغناو عن دوك القوالب، بالاخص الناس اللي ما عندهمش منين كيشريوهم. يعني هاد القويطات كيكونوا متوفرين في كاع المحلات. وعاد دابا غنوريكم طريقه الحشوات اللي غادي نعمر بهم هاد لي طارتوليت ديالنا. وهنا بالنسبه للكريم باتيسيير، المقادير اللي غادي نحتاج ليها، هنا عندي صفر بيضه، غندير معها جوج اكياس ديال الفانيلا، وغندير معها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وغناخد هنا شويه الحليب، كنخلط مزيان بهاد الطريقه هكا، وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال المايزينا. هنا نزيد شويه بهاد هكا، غنزيد عاود نخلط، نخلط هاد المايزينا مزيان، ميبقاوش يبانو لنا كاع الحبيبات. من بعد نزيد نسترو ديال الحليب كامل بهاد الطريقة هكا، نخلط هكا مزيان، نحطو فوق البوطة، ونبقى نستمر في التحريك حتى يعقد لنا الخليط ديالو. وهنا من بعد ما هزيتهم فوق النار كيبقى هذا هو الخليط ديالنا، يعني كنديرو فوق العافية، ونبقاو نستمرو بالتحريك بهاد الطريقة هكا حتى كنحصلو على قوام كريمي بهذا الشكل هذا. هذه هي لاكريم باتيسيير. غناخد غادي نغطيها في الالمونتير بلاستيك غذائي باش ما تربش من القشره من الفوق، باش ما تربش ديك القشره من الفوق. غادي نغطيها بلاستيك، نخليها تبرد شويه، ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى تبرد، ونخشيها في الثلاجه كي خاصها تبرد مزيان. ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نزين بها لي طارتوليت ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نعمروا لي طارتوليت ديالنا لا كريم باتيسيير. كيف ما كتشوفوا معايا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارتوليت ديالنا. تقدروا تسوقهم باش ما بغيتوا، يعني ديروا لهم ديكوراسيون باش ما بغيتوا. انا درت لهم فخيز والبنان، تقدروا نتوما ديروا اي نوع من الفاكهه كيعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الناس اللي زاد عليكم، واللي غيشوف الفيديو لاول مره ما ينساش يدير ليا اشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. ومن هنا الفيديو المجيء ان شاء الله، نخليكم على خير وبخير ومع السلامه.